عرفنا الأول النقاش سنتحدث عن النفايات الخطرة بالتزامن مع تنظيم يوم إعلامي حول النفايات الخطرة في الجزائر. خطرة لماذا؟ لأنها تحمل خطرا حاليا وفي الحاضر أو مستقبلا لحياة الإنسان والكائنات الحية الأخرى بسبب عوامل عديدة سنتعرف عليها. أكيد سنتعرف أصناف أيضا هد النفايات الخطيرة، لأنه فيه أنواع وأصناف تتعلق بالنفايات ذات نشاط إشعاعي، نفايات كيميائية بيولوجية سريعة اللهب، راح نتعرفوا عليها أكثر، وأيضا كيف تعالج هذه النفايات وكيف يتم التخلص منها. وسنعرج على الاستراتيجية المعتمدة من قبل وزارة البيئة والجهات المعنية لمعالجة الملف. تلتحق بنا الآن وعلى المباشر السيدة صبرين حد، مهندسة الدولة في قسم النفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطرة بالوكالة الوطنية للنفايات. صباح الخير سيدتي، مرحبا بكم. صباح الخير عليكم، معكم حدو صبرنا مهندسة الدولة في قسم النفايات الخاصة والخاصة خطيرة. أهلا مرحبا بك سيدتي الكريمة، أنت على المباشر. في البداية لو تحدثينا على النفايات الخطرة فيما تتمثل، ما هي أصناف هذه النفايات الخطرة؟ من قبل نحن اليوم نقوم بيوم إعلامي حول هذه النفايات، يعني النفايات الخاصة والخاصة خطيرة، التي سوف نتطرق لعدة جوانب، منها الجانب القانوني والجانب المؤسساتي والجانب الاقتصادي والمالي حتى الجانب التقني لهذه النفايات الخاصة والخاصة خطيرة. يعني كما تعلمون أن النفايات الخاصة والخاصة خطيرة هي نفايات خطيرة وسامة التي تشكل خطر على حياة الإنسان وعلى البيئة. لهذا هناك عدة طرق لتسييرها، خلافا على النفايات الأخرى، يعني النفايات المنزلية وعلى النفايات يعني لدي شيء ناخذ لدي شيء ميناجي. كما تعلمون أن النفايات الخاصة كما تطرأت إليه هي النفايات التي نقوم بتسييرها بطريقة خاصة لاحتوائها على مواد كيميائية ومواد سامة التي قد تسبب أضرار لصحة الإنسان أو للبيئة. على هذا المنوال هناك عدة يعني مراسيم تنفيذية التي يمكن اتباعها لتجسيد أو لتسيير هذه النفايات بطريقة سليمة ووقائية على الميدان. كما نرى هناك عدة قوانين وعدة مراسيم تنفيذية للجمع، هناك مرسوم تنفيذي للجمع الذي يحدد كيفية جمع هذه النفايات وكيفية تنظيمها وكيفية فرزها، هو هناك مرسوم تنفيذي أيضا لديخي إكسيكوتيف بور لو ترانسبور، يعني لديشي النفايات الخاصة وخاصة خطرة، يعني نفايات نقوم بنقلها بطريقة خاصة، يعني طريقة فرزها وطريقة جمعها وطريقة نقلها وطريقة يعني لو تريتمون دو سي ديشي سون فريمون اكسيبسيونيل كونتريرمون او ديشي او دوتر تيب دو ديشي. انتم يعني ربما كمهندس دولة في قسم النفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطرة في الوكالة الوطنية للنفايات، من دون شك قدمتم اقتراحات ربما فعالة للحد من مشاكل هذا الملف. لو نعود إلى الاستراتيجية التي اعتمدتها وزارة البيئة بالتنسيق مع مختلف الجهات الأخرى، ما دور الوكالة الوطنية، ماذا قدمت كاقتراحات للحد من مشاكل هذا الملف؟ يعني نحن الآن نتبع استراتيجية SNGED، الاستراتيجية ناسيونال لبلان داكسيون دي ديشي انتيغري. نحن نقترح يعني على قد ما يكون يعني الانفستيسمون في هذا المجال، قد ما تكون هناك فرص عمل وقد ما يكون هناك حماية أكثر للبيئة وقد ما نقدر نقصو من هذه النفايات يعني التي تشكل لنا خطرا في الميدان. هل العمليات التحسيسية التي قمتم بها
خلال السنوات الأخيرة، هل ساهمت في إنجاح عملية رفع هذه النفايات؟ نتحدث على كل النفايات بما فيها النفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطرة التي كانت ربما تشوه سابقا المنظر في المجمعات السكنية حتى في بعض المؤسسات. تحدث هنا خاصة في فترات استثنائية يعني التي تكثر هذه النفايات. أكيد يعني التحسيس في هذا المجال هو من أول يعني من أول منبر الذي يجب أن نتقدم إليه لنقوم بتوعية أي إنسان يكون مقابل هذا النوع من النفايات. يعني عملية التحسيس نقوم بدراسات من هذا يعني من هذا المنوال لنحسن من طرق تسيير هذه النفايات يعني من طرف المواطن أو من طرف أي إنسان. سيدة صبرينة حدو، نعرف أنه قطاع النفايات وما تقومون به أكيد يحافظ على البيئة، لكن مهم جدا خاصة وأنه يساهم أيضا في الدفع بالعجلة الاقتصادية والاجتماعية أيضا. معليش لم تسمعني سيدة صبرينة حدو، سأحاول إعادة السؤال. ما تعلق يعني النفايات، قلت أنه صحيح أنها مهمة أو قطاع النفايات وما تقومون به مهم جدا بالنسبة للمحافظة على البيئة، لكن بالمقابل أيضا يساهم دون شك في الدفع بالعجلة الاقتصادية أيضا، كيف ذلك؟ من هذا المجال يعني يجب على ليزانفستيسور يعني كما قلتها سابقا قد ما يكون يعني ليزانفستيسور بزاف قد ما في هذا المجال نقدروا نطوره، قد ما في هذا المجال نقدروا يكون هناك فرص عمل وتكون هناك تحسين في هذا المجال. الوكالة الوطنية للنفايات يعني أعدت دراسات سابقا حول تدوير النفايات الخطرة لفائدة المستثمرين، وهذا قصد تشجيعهم ربما على خوض غمار هذه التجربة، خاصة أن معظمهم يعني توجه نحو تثمين النفايات غير الخطرة. لو تحدثني عن هذه النقطة سيدة صبرينة حد. أكيد يعني نحن نقوم بتجسيد مشاريع من مكلفة من وزارة البيئة والطاقة المتجددة حول هذا الموضوع. نحن نقوم بتهيين مخطط وطني للنفايات الخاصة وخاصة خطيرة ويعني وطني وولائي، يعني نحن نقوم بتحيين عدة مخططات وعدة دراسات يعني وطنية وولائية التي بها يمكننا أن نجسد يعني كميات لهذه النفايات وطنيا وولائيا. شكرا جزيلا لك يا سيدة صبرينة حدو، مهندسة دولة بقسم النفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطرة بالوكالة الوطنية للنفايات، كنت معنا على المباشر أكيد بالتزامن. شكرا. ينظم في هذه الأثناء يوم إعلامي حول النفايات الخطرة. أشكرك جزيلا الشكر وأتمنى لكم كل التوفيق. لا شكرا على واجب. شكرا جزيلا.